السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة سنة ستة هنتكلم عن الدرس الأخير في منهج الدراسات الاجتماعية في الصف أو الفصل الدراسي الأول، وهو مشكلات الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب عليها. طبعا من عنوان الدرس هنا بنبص نلاقي إن أنا عندي جزئين هتكلم عنهم النهاردة، وهم مشكلات التي تواجه الصناعة والمشكلات التي تواجه البيئة الصناعية. لازم أعرف أفرق ما بين الاتنين كويس جدا. طيب، أول حاجة تعالى نعرف مع بعضينا إيه هي المشكلات اللي بتواجه الصناعة في مصر. أول حاجة هي ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. طبعا لازم أكون عارف كويس جدا أنا كراجل صاحب مصنع، لو المادة الخام اللي أنا هجيبها سعرها غالي، إذا أنا هنا مش هعرف أنتج كويس، إذا هنا المنتج بتاعي يبقى غالي، إذا المنتج بتاعي مش هيتباع. تاني حاجة نقص الكوادر الفنية. أنا عندي الكوادر الفنية أو العمالة الفنية المدربة قليلة جدا في مصر، إذا هنا برضو دي مشكلة من المشكلات اللي بتواجه الصناعة، بالإضافة إلى التكلفة الزائدة لمصادر الطاقة، ودي من المشكلات الكبيرة جدا. مشكلة إن مصادر الطاقة زي البترول أو غيره من مصادر الطاقة تكلفتها غالية، إذا برضو المنتج بتاعي هيبقى سعره غالي، إذا هنا المنتج بتاعي مش هيبقى عليه قدرة شرائية، إذا أنا هخسر والمصنع هيقفل، ودي مشكلة من المشكلات اللي بتواجه الصناعة. رابع حاجة ودي أهم حاجة هي انخفاض جودة المنتجات الصناعية، وطبعا دي شيء طبيعي جدا للتلاتة اللي فوق، إذا هنا المنتج المصري بالنسبة لي هيبقى جودته مش كويسة، وبالتالي هيبقى فيه منافسة كبيرة ما بينه وما بين المنتجات الأجنبية، وهنلاقي إن القدرة الشرائية على المنتجات الأجنبية عالية في مقابل إن القدرة الشرائية للمنتجات المصرية إيه مش موجودة أو قليلة جدا. رقم خمسة التهرب الجمركي. وهنا إيه علاقة التهرب الجمركي بالصناعة؟ طبعا الدولة بتفرض جمارك على المنتجات الصناعية اللي جاية من الخارج، ليه؟ علشان تجبر أهل الدولة أو الشعب اللي موجود إنه يشتري المنتجات اللي موجودة جوه الدولة، وبالتالي لما المنتجات اللي بتيجي من بره ما بيتفرضش عليها جمارك أو بتتهرب جمركيا، إذا هنا بتقل القدرة الشرائية على المنتجات المصرية، وبالتالي التهرب الجمركي من المشكلات اللي بتواجه الصناعة في مصر. آخر حاجة هي قلة إقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار الصناعي. أي واحد دلوقتي من أصحاب رؤوس الأموال أو رجال الأعمال بيدور إنه يعمل مشروع عشان يكسب. طب إيه المشروعات اللي بتكسب في الدولة؟ مش إن هو يفتح مصنع، أمال يا مستر؟ قال لي إن هو يبني فندق أو يبني قرية سياحية. إذا هنا هو هيكسب أسرع، ليه؟ لأن المشكلات الخمسة اللي قبليها دي من أكبر المشكلات اللي بتواجه الصناعة، وبيترتب عليها قلة إقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار الإيه؟ الصناعي في مصر. طيب، تاني حاجة عندي وهي المشكلات التي تواجه البيئة الصناعية نفسها في مصر. أول مشكلة لو أنا وأنتوا من سكان البيئة الصناعية هلاقيها هي مشكلة التلوث البيئي، وده ليه أسباب. أول سبب انبعاث الأبخرة والغازات المتصاعدة من مداخن المصانع. برافو عليك، ده بيؤدي إلى تلوث الإيه؟ الهواء. اتنين، إلقاء مخلفات السائلة للمصانع في المجاري المائية زي نهر النيل، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تلوث المياه وموت الأسماك والكائنات الحية اللي موجودة في نهر النيل. وبالتالي مشكلة التلوث في مصر ليها سببين، إما تلوث هواء نتيجة انبعاث الأبخرة والغازات المتصاعدة من مداخن المصانع، أو إلقاء المخلفات السائلة في المجاري المائية، وده بيؤدي إلى تلوث الإيه؟ المياه وموت الأسماك والكائنات الحية والإضرار بالتالي بصحة الإيه؟ الإنسان. تاني مشكلة من مشكلات البيئة الصناعية وهي استنزاف الموارد الطبيعية. وأي مشكلة استنزاف في أي مكان في الدولة أو في أي مكان في العالم كانت نتيجة لاستخدام الإيه؟ السيء للمورد ده. يعني أنا لو استخدمت المورد بشيء أو بشكل كويس، إذا المورد ده مش هيتعرض للاستنزاف. رقم ثلاثة،
ازدحام المدن وانتشار المناطق العشوائية بسبب هجرة سكان الريف إلى المدن. إذن هنا سكان الريف لما هاجروا إلى المدن علشان يشتغلوا في الصناعة، إذن زادت المناطق العشوائية، وبالتالي بقى في ازدحام في المدن، وبالتالي ظهر مشكلة التلوث. لازم الدولة يبقى ليها موقف قصاد المشكلات اللي موجودة. طب ايه هي مظاهر اهتمام الدولة بالصناعة؟ قال لي اول حاجة هي الانفتاح على العالم الخارجي بتشجيع العرب والاجانب على الاستثمار في مجال الصناعة، ودي مشكلة هحل بيها مشكلة قلة اصحاب او قلة اتجاه اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار الصناعي. انا هنا هفتح السوق المصرية علشان اي مستثمر يجي عايز يعمل مصنع لمنتج معين في مصر اذا يقدر يبنيه، وهعمل له تسهيلات وانه اشجعه علشان يبني المصنع بتاعه. اتنين، فتح اسواق داخلية وخارجية جديدة، ده بيشجع على ان المنتج بتاعي يتباع. رقم ثلاثة، الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي. ليه يا مستر؟ قال لي عشان انا كنت بعاني من مشكلة قلة او نقص الكوادر الفنية، وبالتالي لما اهتم بالتعليم الفني والصناعي اذا هيهدف الى تخريج عمالة فنية ايه؟ مدربة، وبالتالي محاولة تقليل حجم الواردات المصنعة من الايه؟ من هنا مشكلة، او نيجي للمشكلة اللي احنا كنا بنتكلم عنها في البيئة الصناعية وهي الاستنزاف. يعني ايه يا مستر الاستنزاف؟ قال لي هو الافراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدي الى نفاذها. يعني انا استخدمت مورد بشكل مش كويس، افرطت في استخدامه، اذا هنا انا بعمل فيه ايه؟ بستنزفه. اذا هنا الاستنزاف هو الافراط وسوء الاستخدام للموارد الطبيعية بشكل يؤدي الى نفاذها. حاجة عندي وهي جهود الدولة لمواجهة مشكلات البيئة الصناعية. إزاي الدولة تقدر تحل مشكلات البيئة الصناعية؟ بأمور معينة. أول حاجة، نقل المصانع التي تضر بالبيئة خارج المناطق السكنية، يعني أي مصنع موجود جوه بيئة أو منطقة سكنية أخرجه أو أنقله بره المنطقة دي، بالإضافة إلى الإكثار من المساحات الخضراء لأنها تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون وتعطي مكانه إيه؟ الأكسجين. تاني حاجة عندي، تركيب مرشحات على مداخل المصانع، وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي اسمها مرشحات. بتعمل ايه؟ بتطرد الدخان الى الفضاء في الخارج بعيد خالص عن المناطق الايه؟ السكنية، وذلك لمنع الغبار المنبعث منها مصانع الاسمنت. رقم ثلاثة، الاهتمام بتطوير الصناعة وتعديل خطوط الانتاج. ليه يا مستر؟ قال لتقليل العوادم والمخلفات. كل ما انا اجيب مكن جديد او الات جديده اشتغل بيها اذا العوادم اللي بتخرج منها هتبقى قليله، اذا مشكله التلوث هتتحل. رابع حاجه، وده حل جميل جدا، هو انشاء وزاره البيئه لاصدار القوانين والتشريعات لحمايه البيئه من الاخطار، عشان تسن القوانين التي تجرم بناء المصانع داخل المناطق الايه؟ السكنيه. اخر حاجه، الحد من الهجره وبناء مدن سكنيه جديده لسكان الايه؟ العشوائيات. الناس اللي جايين من الريف قاعدين في المدن، نعمل لهم مناطق جديده يروحوا ايه؟ يقعدوا فيها. وبالتالي هنا الدوله عملت جهود لحل ايه؟ مشكلات البيئه الصناعيه. طبعا اتمنى سنه سته نكون فهمنا، وان شاء الله نتقابل مع بعضينا في الترم الثاني باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.